المستوى المعنوي كبير جدا على المستوى الاصرار. انا بتكلم اوت اوف تكنيكال يعني من بره الحته الفنيه. نعم. فاول حاجه لازم نبني عليها ان احنا بنفكر كويس قوي ان فريق المريخ دوت مش بره السباق. بنفكر كويس قوي ان لا المريخ فرقه كويسه عندها لعيبه كويسه معنويا كويسه ومن هنا نبني. وزي ما انت بتقول ان شاء الله امكانيات النادي الاهلي قادره. انت بتتكلم في جزئيه اللي هي فرض شخصيه النادي الاهلي من اول خمس دقائق. صحيح. والخروج من مبدا ان انا عندي رهبه ان انا بلعب بره خارج الارض. لا خلاص النقطه دي فيها حته فيها شقين. الشق الاول ان حتى لو في جمهور هنشوف النادي الاهلي السنه اللي فاتت في بطوله السنه اللي فاتت كان عندنا مباراه حاسمه امام الهلال السوداني ملعب ممتلئ بما يقرب من 40 و50 الف متفرج ومباراة فعلا كان فيها ازمات. يعني مباراة كنا محتاجين ان احنا على الاقل تقدير نتعادل عشان نضمن التاهل. وبالتالي لعيبه النادي الاهلي ساعتها في وجود حقبه رينيه فايلر قدروا من بدايه المباراه لغايه نهايتها نبقى احنا الطرف الافضل وكنا متقدمين بالفعل 1-0 وضيعنا انفرادات. طبعا كان اشهرها انفراد لكهربا لما نزل كبديل و طبيعه المكسب كان قريب لينا رغم طبعا الهدف المتاخر لنادي الهلال السوداني. فاللي عايز اقوله ان حتى لو في جمهور احنا بنفرض اسلوب. طيب عامل الجمهور وهو في وجهه نظري في المباراه دي بيمثل 50% من قوه الخصم. يعني سيمبا حقق الفوز على النادي الاهلي بمساعده لا تقل عن 50% من الجمهور. كان عامل طبعا قوي جدا لنادي سيمبا وقدر ان هو يستغله بشكل رائع جدا مع طبعا هم بكل تأكيد قدموا مباراة فنية وبدنية كويسة قدام طبعا منافس كبير زي النادي الأهلي. وبالتالي كل العوامل دي مش متواجدة مع نادي المريخ يوم السبت. احنا بنتكلم على 11 لاعب قدام 11 لاعب فقط في ملعب ساكت صامت. حتى ايفن يعني لو في حضور بنتكلم 1000 متفرج مع كامل احترامي 1000 متفرج في ملعب كبير ما بيبقوش باينين او اكيد طبعا هيتم توزيعهم في انحاء المدرجات عشان موضوع كورونا. وبالتالي انا بشوف لازم يتم تطبيق نفس السياسه اللي عملناها مع فيتا كلوب. انت بتنزل بتفرض اسلوبك نازل تهاجم برضو عمليا ورقميا. نادي المريخ السوداني عشان يقدر يحافظ على فرص التاهل بتاعته محتاج بكره يكسب 4-0 المريخ لازم. المريخ عنده فرصه يعني هو عنده بس او اول طريق الفرصه دي انه لازم يتخطى النادي الاهلي في المواجهات المباشره لان هو نادي المريخ حاليا عنده نقطه النادي الاهلي عنده 7 نقط. فنادي المريخ عايز ايه؟ عايز يكسب الماتشين الباقيين والنادي الاهلي يخسر الماتشين الباقيين. طيب عشان تعمل ده كمان لازم انت تتفوق في المواجهات المباشره. انت كده الماكسيمم بتاعك انك توصل 7 زي ما احنا عايزين نتصدر يا لازم تكسب سيمبا ان شاء الله بعد ما تكسب المريخ لازم تكسبها 2-0 بالظبط كده. فاول طريق ليك انك محتاج تنزل يوم السبت تكسب 4-0 او تكسب 3 وتبدا تتفوق انت في فارق الاهداف ككل. فبالطبع احنا بنتكلم النهارده مباراه مع مدير فني جديد. النهارده نادي المريخ السوداني في بدايه المجموعات كان مع المدرب التونسي النابي دلوقتي هو مشاه ومعاه لي كلارك مدير فني انجليزي اسمه مشهور في الكره الانجليزيه من ناحيه ايه بقى يا كابتن هاني؟ السكاوتنج. ان هو راجل محل الاداء ومكتشف اللاعبين مدرب جيد جدا وبالتالي مدرب يعتمد على الارقام. فاول نقطه هتقول له في الوضع الحالي لفريقك لازم تهاجم. هتعمل ايه النهارده عشان تقدر تحافظ على فرصه التاهل؟ انت محتاج تلعب اوبن جيم. فدي نقطه صالحنا. في صالحنا النادي الاهلي بيحب الفرق اللي تلعب اوبن جيم. شفنا مباراه فيتا كلوب من بدايه المباراه ايبانجي كان فاتح الاثنين الفول باكس بتوعه مطيرهم طوال المباراه عشان كده اختيار بيتسو موسيماني ل 4-4-2 فلات او 4-4-2 صريحه كان اختيار متميز جدا وحط له 4 على خط 1 فخلى فيه ضغط شديد جدا وعملنا كم هائل من الانفرادات. فبالتالي احنا بنلعب هنا لعبه شطرنج. انت هتلعب بتكتيك ايه وانا هلعب بتكتيك ايه وعشان كده انا اتمنى ان بيتسو موسيماني يكمل على نفس طب التكتيك يعني موسيماني اكيد